إذن أهلا وسهلا مرة أخيرة ببرنامج ترم تم تم. هلا محمد هاي ورق مسكناه وضبيناه، بدناش ورق بدناش الحكي هذا. عفيك أنا لابس زيه ولا لا؟ لا أنا لا لا. طيب شو رأيك بالحلقة؟ هلا هيك بهدوء بتجنن وغير تقليدية بالمرة. فيها إشي جديد. قلت لك أنا يعني كتير عم تعمل شيء حلو حبيبي، و يعني مذيع زيك لازم في يوم من الأيام يوصل لإشي كتير منيح، وأنا يعني الله خلي لك محمد كتير بتنبأ لك مستقبل فظيع عن جد بحكي، لأنه كل شيء فيك يعني كل شيء عم تعمله كرياتيف عن جد. شكرا والله محمد، بالعكس أنا يعني ما مش قادر بطلت أعرف أحكي. هلأ حلقة اليوم كتير كانت صعبة علي، لأنه كتير تغلبت وكنت جدا ملحوق بالوقت، وصراحة يعني لما كتبت آخر حرف كنت كتير مبسوط، ولقبل الحلقة بعشر دقايق كنت بعدني عم بعد بالحلقة يا وي. فإنه الحمد لله، إن شاء الله يا رب إنه تكون هالحلقة عرفت الناس عن محمد رمضان. إحنا صراحة محمد بدنا الناس تسمع، بدنا تطلع على الفنان على إنه هو مواطن وهو إنسان وهو له وجهة نظر في كل إشي، وهو يعني هو بس مش 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 واحد بيعرف يلبس وبيطلع على الستيج وبيغني قدام الناس والناس بيزقفوا له. هاي الفكره اللي كنت عم بحكيها، لذلك انا ادعم تماما وجهه النظر اللي بتقول انه ممكن الواحد يكون ملتزم دينيا وعم بيقدم فنان وقاعد عم بيحكي عن فنان. فانا حاولت بهالثلاث فقرات انه انا احاول اوصل فكره هالبرنامج. بدي اشكر كمان ضيفنا على المايك. يلا على المايك على المايك، قرب عشان يقدر يسمعوك. اهلا وسهلا، مين معنا هلا هون؟ شكرا. كمان ياسر. ياسر يعني بالرغم من انه يبدو اصغر من محمد رمضان باربع خمس سنين الا انه عمه. بس ما شاء الله يعني هذا الطول الفارع الله يخلي لكم اياه، وهالادب الله يخلي لكم اياه، والله يلحقني فيكم يعني. لا بعدين يعني محمد كلمه اخيره. شكرا جزيلا لك احمد فارس، وشكرا لعبود الرمحي. شكرا كثير على البرنامج الحلو، شكرا لميلودي، شكرا لكل اللي سمعونا. ان شاء الله تكون يعني اجاباتي ارضت الناس وبكون صار عندي اعداء من وراك. بس احنا بعدنا اصحاب، حنضلنا اصحاب ابو حميد. انا بشرفني يكون تسلم. صديقي اعلامي متميز ورائع ومبتكر زيك، يخلي لنا اياك فظيع. اذا انا صراحه اجتني مشاركه حلفتني 10 مرات هاي المشاركة إنه رجاء نعيد المقدمة تبعت محمد رمضان، فرح نختم إحنا على هاي المقدمة. بس وات الباك جراوند، قلت أنا فيها طبعا المقدمة أنا حطت فيها كلمات الأغاني تبعت محمد رمضان، يعني نصيب، ورد وفرد، صعب، فرعون، عرس. فقلت فيها إنه نصيبه كان أن يبدع فيجسد بموهبته حالة فنية استثنائية، حمل في يد وردا ينافسه في حضوره، وبالأخرى فردا يمثل سطوة قوة غنائه. صعبة كلمة لا يعرفها رجل هذه الحلقة. فرعون صفة من تتكبر وتغتر بنفسها على ضيفنا الليلة. هو صاحب الإحساس المرهف ممزوجا بقدرات وطبقات صوتية مرعبة. ترم تم تم هذا المساء عرس يشرفه الفنان الأردني محمد رمضان. على العموم هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من ترم تم تم. إن شاء الله لقاءنا فيكم يتجدد الأسبوع المقبل الأحد المقبل عند 8 مساء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. شكرا. أخبار من وين ما كان.